أنا ما أريد أكون يا حضرة الأستاذة المحترمة. أنا قلت خلي نعمل ونصير مثل أحمد زاهر حتى نعرف. لأن أحمد زاهر قيمة فنية كبيرة. إحنا لا نكذب. إحنا إعلامنا محلي. إحنا مسلسلاتنا محلية. ما وصلنا بعدنا لمستوى الوطن العربي. رأفة الهجان مسلسل يعني أنا شايف عدة مرات. هاي قبل عشرات السنين. لمحمود عبد العزيز. عشرات السنين. الطريق إلى إيلايت. أنا شايفه عشرات المرات. هاي والمسلسل والفيلم هذا عفوا قبل يمكن 40 سنة. أنا حكيت لك مثال لمشهد لكومبارس قبل 50 سنة عرفوا إشاعة حب. اليوم احنا نعرفه. فإحنا نريد نصير مثلكم. هذا اللي غايت إنه أقول للفنان نريد نصير مثل الفن المصري وبقوة الفن المصري. نريد مسلسلاتنا تكون بقوة مسلسلات المصريين وبرامجنا بقوة برامج المصريين. فنحن نطمح كعراقيين نوصل لمستوى الإعلام والفن المصري. السؤال الأول اللي هو نسيته أنا. ليه حلقاتك مع باقي الضيوف مش بتعمل لا بيحصل زي ما يكون مصري؟ أنا عملت حلقات بالعكس جزء أنت جنابش ما متابع. نعم حلقاتي مع المصريين أخذت صدى واسع وصدى كبير. هذا الشيء إحنا ما نقدر نخفيه لأن معروف ويرى بالعين المجردة. ولكن أنا عندي حلقات بالعراق جابت مشاهدات أكثر من ما جابت مع الفنانين المصريين. ولكن الموضوع ممكن محلي صار ما نعرف عن الصوت العربي. ممكن العراق شافه. ممكن في بيروت عندي حلقات أنا كثيرة أقدر أسعددك إياها جابت ملايين المشاهدة. سارة زكريا اللي تقول تجي نتزوج بالسر هذا 14 مليون مشاهدة جابت لي أنا في وقتها. هسه عددتش حلقات كثيرة عشرات الملايين بس ما نعرفت بقد ما عرفت راني يوسف. ما نعرفت بقد ما عرفت حلقة حورية فرغلي نجوى فؤاد. والدليل شوفوا الإعلام المصري العظيم قاعد كله أمامي حاليا. ليش؟ لأن حلقات عرفت ولا صدى في القاهرة. دائما بقول نزار مقولة بقول له يا نزار انت لو كحيت هتطلع ترند. لا لا والله بالعكس انا نزار ابسط الناس. عايزين كحه كح يا نزار. انا والله غريب كح يا جماعه خلاص طلعنا ترند كده. نعم منو اللي عاوز يضيف؟ تفضلي. نعم مساء الخير. اولا انا يا محمد عايز من قلت حاجة غلط؟ هذا السؤال يودينا ورا الشمس. لا بلاش هذا السؤال يودينا ورا الشمس. بلاش السؤال ده تعال يا حبيبي اجاوب على السؤال الاول. بلاش تجاوب على السؤال. لا السؤال الثاني ما جاوب عليه. لا مش حلو هذا فخ. امتنع عن الاجابه. امتنع عن الاجابه هذا فخ يودينا ورا الشمس. لا بلاش لا شوف يا عزيزتي انتم كصحافه اليوم تسالني سؤال حد تقول انت تدور ترند وتحب الترند؟ بالله عليكم كصحافة أسألكم منو بيكم اليوم ما يدور ترند؟ منو بيكم اليوم ما يدور؟ تعال أعطني الأستاذ يا ياسر على الأستاذ. هاي أعطني الأستاذ. تحب ولا ما تحب؟ عايش على ترندات صح؟ تعال ارجع لي. فأنتم هاك شوف شوف